خالد. ايوه ماشي، بدنا يعني عمق 30 سنتي ابو خالد مش اكثر. او خلينا ندور علينا ايش يعني شويه شرش الكستنا. بسم الله. احنا اخوانا زراعة المورينجا من البذور في الارض دائما افضل. احنا نصح دائما زراعة البذور في الارض ادوم وافضل. نحفر حفرة زي هيك قطر نص متر بعمق 30 سنتي. التراب اللي طلعناه من الحفرة منرجعه حتى نفكفك التربة. هيك احنا فكفكنا هذه التربة ما شاء الله عنها تربة طيبة. ايوه خلط خلط مع السماد. ايوه هيك ها. بعدين بنجيب بذور المورينجا. هاي بذور المورينجا. البذره بنحطها في التربه بعمق عقله الاصبع يعني 2 سنتي. هاي كمان واحده وهاي كمان واحده. ولما ينبتوا بدك تخليهم ثلاثه لما ينبتوا اخوي ابو خالد بتشوف اقوى شتله بتخليها والباقي بتشيله. هاي كمان بالنص واحدة رابعة. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. هاي كل الحكاية. بعدين بنروي أول مرة ري غمر، نغمر التربة بالمي لأول مرة. بتصير نزق كل يوم كمية قليلة جدا من المي مش زي أول يوم حتى تظل الأرض والتربة رطبة. بس تنبت البذرة، أول ما تنبت البذرة منوقف، بعدين يصير بعد يوم بعد يوم يوم بعد يوم حتى يصل طولها تقريبا 30 سنتي. بنصير نعطيها في الأسبوع مرة واحدة فقط لا غير، وترطيب للتربة. المورينجا أبو خالد أبو أنس، المورينجا ما بتحب المي الكثير. جذور شجرة المورينجا تتعفن بسبب الرطوبة الزائدة. هذه ملاحظة ضروري يعني الكل اللي بيزرعوا مورينجا ياخذوها بعين الاعتبار. جذور المورينجا حساسة تجاه الرطوبة، ما بتحب تعيش في أجواء رطبة. ولذلك احنا بننصح كل شخص بزرع المورينجا يعمل ري منتظم. وصلى الله وبارك. يلا اللي بعده